على راحتك دكتور محمود. السلام عليكم. عليكم اليوم السلام. راح نبلش بمحاضرتنا استكمال الى الماده اللي اخذناها بعد الميد للميد، وهاي اللي بعد الميد تفاعلات الالكينات الكاين رياكشن. عندنا هنا بهاي ثلاث تفاعلات. First one is addition of hydrogen. Addition of hydrogen in other word is reduction. يعني إضافة الهيدروجين هو نفسه عملية الاختزال. الألكين هو بيئة صرتية مزدوجة، فيحتاج جزيئتين من ال شو اسمه من الهيدروجين أو أربع ذرات من الهيدروجين. نفس الحالة نقدر نضيف لجزيئتين من الهالوجين كأن تكون كلور أو بروم، أو نضيف لجزيئتين من الهاليد الألكين هاليد ال HX حامض HBr أو HX. هنا إذا نضاف ال HX لازم نراعي ماركونيكوف، إضافة ال H وال X لازم تصير عن طريق ماركونيكوف. ما انتبهنا لهي النقطة بالسابق، ليش؟ لأنه H بH ما يضرنا شيء، تروح واحدة لليمين واحدة لليسار نفس الحالة، ماكو فرق بيناتهم. لكن من اختلفت HX شنو يصير عندنا؟ لازم يصير الإضافة عن طريق ماركونيكوف. لا تلاحظون ال H اثنيناتهم راحوا على واحدة من الكربون، وال X اثنيناتهم راحوا على الكربون الأخرى. إضافة جزيئة ماء، نقدر نضيف جزيئة ماء واحدة فقط مو جزيئتين ماء، لأن راح يصير عندنا شيء يسمونه تومتومرايزيشن، ويتحول من كحول إذا ألديهايد أو كيتون. هذا اللي موجود بالسلايد كله. أكو سؤال لو أنتقل للسلايد اللي بعده؟ انتقل دكتور. أوكي. نعم، عندنا بالدائينات. الدائينات يصير بها الريزونانس. الدائينات اللي هي المركبات اللي بيكون بها أكثر من عصرة مزدوجة. شرط اساسي للكونجيجيشن لازم عندنا عاصره مفرده وحده مزدوجه، مفرد مزدوج. وايضا شرط اساسي للكونجيجيشن لازم تهجين الكربون يكون sp2. اذا تلاحظون هاي الكربون مو جزء من الكونجيجيشن، ليش؟ لان تهجينها sp3، فما راح تقدر تصير جزء من الكونجيجيشن. الكونجيجيشن شنو هو؟ اللي هو تتحول العاصره المزدوجه، او بمعنى اخر الريزونانس. اوكي، هذا كل اللي ما موجود بهذا السلايد. اكو سؤال لو ننهي هذا البارت نحول للبارت الاول؟ العصر المزدوجه يعني نعم تتحول عصره فرديه لو ثلاثيه؟ لا لا، هي تتحول من عصره مزدوجه ما بين كربون وكربون الى عصره مزدوجه ما بين كربون وكربون اخرى. لاحظي هذا المثال هنا، الكربونات اللي بالنص ما كانت بيناتهم عصره مزدوجه، من صار الريزونانس صار بيناتهم عصره مزدوجه. أكو بعد سؤال؟ دكتور شلون يجي السؤال على هذا يعني؟ له هو أنا بالعام. أنا راح أكون وياكم واضح، أنا ما راح أقول لكم شلون يجي السؤال، لكن أنا أجي أوضح لكم مادة. أنتم أنا هسه الحكي للكل. كل شيء مكتوب بالسلايدات من الألف إلى الياء مطلوب. أوكي؟ ضربت مثال عليه. مثال هو نفس هاي الامثله اللي نعطيكم اياها هسه. هذا هسه البيوت داين، جاي شوفين شلون تصير العاصره، شلون تدخل العاصره. هذا المثال الاول هو نفسه. هذا هسه المثال الاخير الهكساتراين، جاي شوفون شلون العاصره تنتقل. شنو سبب انتقالها دكتور؟ سبب انتقالها يسمونه عدم تموقع العاصره. هذا راح تشوفونه ان شاء الله كلش واضح بالبنزين بالشغلات الاروماتيه. هاي امثله هنا اليفاتيه، لكن بالاروماتيه كلش واضح يكون ان شاء الله السنه الجايه تشوفونه كلش واضح. عدم التموقع يؤدي الى استقرار المركب. نتوكل على الله. طلابنا يتوكل.
I just need answer. Okay, دكتور. Okay. هسه راح نسدها نسيفه هذا البارت ونسد الملف. ماكو مشكلة. نجي هسه نقول له شير لنا بارت 4. يجينا البارت 4. بارت 4 اللي هو الكيمياء الفراغية. هنا بهذا السلايد اقروا لي اياها الجملة. Optically active molecules are the molecules that can rotate the polarized light left, levo rotatory, or right, dextrally rotatory, D or plus. يعني عندنا مصدر ضوء يروح على مستقطب يستقطب الضوء ورا ما يروح للسامبل السامبل يصير هنا بالتيوب. يا اما السامبل يا اما يحرفه يمين يا اما يحرفه يسار. بس شرط اساسي شنو لازم الموليكول؟ لازم كايرال لو اكايرال لازم يلا تحرف الضوء. يا موليكول تكون تحرف الضوء الكايرال لو اكايرال الكايرال. اوكي هسه نجي بالستيريو كيمستري. بالستيريوكيمستري شنو هي الستيريوكيمستري؟ It's the science that study the structure in 3D. يعني هسه اذا تلاحظون المركبات اللي على اليمين وعلى اليسار مركب انقل له A نفس المركب بالضبط. هذا المركبين هم عبارة عن مرآة واحد إلى الآخر مشابهين كل الخواص الفيزيائية والكيميائية لكن يختلفون بترتيب الذرات بالفراغ. واحد يقول لي دكتور احنا ليش ندرس هاي المركبات؟ أقول له هواي مركبات فعالة بيولوجيا شكل من الأشكال فعال والشكل الآخر غير فعال تماما. واحد يسأل ليش؟ أقول له لأن الإنزيم نظرية القفل والمفتاح هذا الإنزيم يتقبل واحد من الأشكال يشتغل وياه والشكل الآخر ما يتقبله نهائيا. الإنان شو ما نعرفه نشط أو غير نشط أو فعال أو غير فعال. هاي بال موجود بالليترشر. يعني هسا أنا نعطيكم مثال على الفوسفومايسين نعطيكم شكلين من عنده واحد هو الفعال والشكل الآخر هو غير الفعال. إن شاء الله بالمو سلايد اللي جاي اللي بعده راح تشوفونه. الإنان شومر شنو هم الإنان شومر؟ شنو هم الإنان شومر؟ هم نفس المركب بالضبط بس يختلف بالستيريو سنتر. يعني إذا واحد بي آر الثاني لازم بي إس، إذا اثنين بي آر لازم اثنين بي إس، أو آر إس لازم يصير إس آر. يعني عكس الستيريو كيمستري بالضبط. هذا يسمونهم إنان شومر أو صورة مرآة واحد إلى الآخر. أكو سؤال لو أنتقل للسلايد اللي بعده. دكتور شلون نعرفه R وشلون نعرفه L؟ قصدك L لو S L لو D؟ L لو D هاي مو من ضمن منهجكم بس هي اللي دور الضوء جهة اليمين أو اللي دور جهة اليسار. تمام مو من ضمن منهجكم. أوكي أوكي بعد أكو سؤال. الكايرال معناها غير متناظر بالعربي، غير متناظر. اوكي. هسه اكو سلايد على هذا اكو سؤال على هذا السلايد اسف. لو ننتقل للسلايد اللي بعده. طلابنا؟ انتقل. اوكي. هسه نجي. شنو هو الكايرال سنتر؟ هو الكايرال سنتر نفس الكايرال كاربون. اللي هي شنو؟ اقرأ النقطة الأولى شو تقول؟ اقرأ لي إياها. شو تقول النقطة الأولى؟ تمتدك أربع معوضات مختلفة. بالضبط. يعني شرط أساسي
بالكايرال سنتر لازم أربع معوضات مختلفة، وأكو فد نقطة إحنا خذيناها بالشرح بس ما ذاكرينها بالاسم، ما يوجد بي شنو، لازم ما يوجد بي شنو، شنو اللي لازم ما موجود بي؟ تذكرون الميزو كومباوند ليش مو فعال ضوئيا؟ ما بي بلان اوف سيمتري. ها يعني الكايرال موليكول لازم ما بيها شنو؟ بلان اوف سيمتري، يعني بالعربي منحني مستوي تماثل. هسه اول شغله لازم نحدد اكو كايرال سنتر لو ماكو. شلون نحدد كايرال سنتر موجود لو لا؟ شلون نحدد موجود الكايرال سنتر لو لا؟ ها طلابنا اربع معوضات مختلفه، اربع معوضات مختلفه بالضبط. شوف هسه هاي نسميها كايرال، هاي جزيئه كايرال، هاي جزيئه مو كايرال. ليش؟ لان بيها 2CH3. هاي الجزيئه كايرال، ليش؟ لان بيها اربع معوضات مختلفه. هاي الجزيئه كايرال، ليش؟ لان بيها اربع معوضات مختلفه. اكو سؤال لو انتقل للسلايد اللي بعده؟ انتقل دكتور. اوكي. هسه نجي. الانان شومر، شنو هو الانان شومر؟ الانان شومر هو عباره عن صوره مراه مركب للمركب الآخر. بمعنى آخر إذا بي كايرال سنتر واحد واحد R، الآخر لازم يكون شنو؟ S. أوكي؟ هسه نجي سؤال زميلتكم اللي مستعد سألتني. شوف الفوسفومايسين الشكل اللي بي RS 2R 3S هو فعال تجاه البكتيريا. الشكل اللي بي 2S 3R اللي هو الإنانشومر مالته غير فعال تماما، ما يستغل، ما يفيد ولا كلش. ليش؟ ها، لأن هذا الشكل الـ RS يجي يقعد بالإنزيم بالأكتيف سايت، يجي يقعد فيت، لكن الشكل الآخر ما يقعد، لذلك الإنزيم ما يقدر يشتغل عليه. أوكي؟ نظرية القفل والمفتاح. بالضبط، نظرية القفل والمفتاح. إن شاء الله تأخذها بالبايو كيمستري مرحلة ثالثة. هسه نكمل. كمل دكتور. أوكي. كمل. هسه نجي. إحنا هسه أول شيء حددنا أكو كايرال سنتر لو ماكو. الخطوة اللي وراها لازم شنو نحدد؟ لازم شنو الأولوية للذرات. الأولوية للذرات، نجي هسه شلون نحدد الأولوية للذرات؟ أول شيء وين الكايرال سنتر مالتنا؟ هذا الكايرال سنتر. أوكي، نشوف اللي مرتبطة. أول ما نشتغل على آسرة واحدة فقط من الكايرال سنتر، ما نشتغل على آسرتين على مود لا يصير عندنا خطأ بالعمل. يعني هسه ما هي الذرات اللي مرتبطة مباشرة بالكايرال سنتر، او بمعنى اخر بينها وبين الكايرال سنتر آسرة واحدة فقط؟ شنو هي الذرات اللي مرتبطة مباشرة بالكايرال سنتر؟ ها دكتور، ها زين، انا اقدر مثلا اجمع الاوزان الجزيئية مع كل لا لا ما تقدر، لا لان الطريقة إذا تخيل وحدة من الذرات بها ثلاث ذرات كربون 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 كربون، ووحدة بها أكسجين هيدروجين هيدروجين، الأكسجين راح يطلع يصير أعلى أولوية. لازم أول ذرة هي اللي إلها أعلى الأولوية. أوكي؟ لا أنت ما فهمت، يعني قصدي مثلا هاي الجزيئة كلها تجمع الأوزان مالتهم ما تقدر ما تقدر. تدري ليش؟ تدري ليش؟ لا هسه باوع لي. هسه لفرض عندك مكان السي اتش 3 حلقه بنزين، تبقى الاولويه للسي اتش 2 او اتش عليها. ليش؟ لان اكو اكسجين بدل الكربون. وياي؟ وياك دكتور. يعني هاي الطريقه ما لا ما تنجح، ما تفيد. هسه نجي
ما هي الذرات المرتبطة مباشرة بالكايرال سنتر؟ عندنا كربون 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 وهيدروجين. هسه أنا أقدر أسوي تصنيف أولي لو ما أقدر؟ أقدر؟ لا أقدر. ليش؟ عندي ثلاثة كربون ووحدة هيدروجين. أعرف أنه الهيدروجين إيش قد راح تأخذ رقم؟ رقم أربعة. ممتاز. إذن الهيدروجين صارت رقم أربعة. نيجي هسه. لكن ما رقم أربعة. إيه ما نكتب أربعة. نعم ما نكتب أربعة. نيجي هسه. هاي الكربون هسه مدام ثلاثتهم نفس الذرات نيجي نحللهم. هاي الكربون شنو بيها؟ بيها كربون وبيها هيدروجين وبيها هيدروجين. هاي الكربون شنو بيها؟ بيها هيدروجين وهيدروجين وهيدروجين. هاي الكربون شنو بيها؟ بيها أكسجين وهيدروجين وهيدروجين. يا هاي إلها على أولوية هسه؟ دكتور بس قبل لا تكمل هذا القوس اللي فوق الارتباط اللي فوق. أنت ليش ما كتبت هيدروجين هيدروجين نوب كربون ثلاثة هيدروجين؟ ليش بديت بالكربون يعني؟ اسمح لي. أنا هسه آصر وحدة ما اشتغل عندي لأن كلهم مستويات صح لو غلط. وين أشتغل؟ أشتغل على آصرتين. هاي الكربون شنو مرتبط بها مباشرة؟ هاي الكربون اللي عليها سهم شنو مرتبط بها مباشرة؟ الهيدروجين. اثنين هيدروجين وواحدة كربون صح لو غلط؟ نعم. يا هاي الأعلى وزن ذر الكربون لو هيدروجين؟ كربون. إذا لا يا هاي اللي ذكرها أول. جيد. زين وال H3 بالأخير هاي عاصرة ثالثة يعني ما أروح. لا عاصرة ثالثة ما لي علاقة بالعاصرة الثالثة. أنا شنو أشتغل هسه؟ أول ما اشتغلت عاصرة واحدة صار عندي تساوي. وين أروح؟ عاصرتين. لو فرضا صار عندي تساوي بالعاصرتين وين أروح؟ نوب أروح على H3 الأخيرة العاصرة الثالثة. أنا ما لي علاقة أنا جاي أشتغلك النظام. إذا عندي عاصرة واحدة صار تساوي وين أروح؟ عاصرتين. صار تساوي وين أروح؟ ثلاث أواصر. صار تساوي أروح أربعة وهكذا. أوكي؟ أوكي واضح. هسه نجي هنا عندي أكسجين وهنا عندي هيدروجين وهنا عندي كربون. يا هو الأعلى الكربون أعلى. ليش؟ أكسجين ما حافظ صراحة أعتقد يعني احتمال أكثر. خلنا أسوي لكم وين البريودك تيبل طلابنا بس هو إن شاء الله ما تحتاجونهم بس الذرات البسيطة تحتاجوها. المهم الأكسجين هو أعلى وزن ذري من الكربون فلذلك هاي راح تصير رقم واحد. هاي الكربون تصير رقم اثنين وهاي الكربون تصير رقم ثلاثة. هنا دوراني مع عقارب الساعة أو عكس عقارب الساعة؟ مع عقارب الساعة. مدام مع عقارب الساعة إذن هو ليش؟ عكس يعني R. دكتور هسا ما أحول من R إلى S ليش؟ لأن ال H بالدش يلي أقل أولوية. لأن الذرة اللي هي أقل أولوية أو المجموعة الأقل أولوية هو الموجودة بالدش إذن ما عندي مشكلة. أوكي؟ أوكي نكمل؟ كمل دكتور. كمل دكتور. عيد هاي ما فهمت. يا هي الداش والدوران يعني هسه التحليل اوكي ما التحليل والأولوية اوكي بس نعم. الداش بس اوكي هسه اول شيء من تجين تنطلقين من رقم واحد الى رقم اثنين الى رقم ثلاثة هذا الدوران مع عقارب الساعة أو عكس عقارب الساعة؟ مع عقارب الساعة. مع المع ما بيها سين فهي R. عكس عقارب الساعة بيها سين فهي S. المهم هذا R. نجي هسه نروح للذرة الأقل أولوية بهذا الكايرال سنتر. يا هي الذرة اللي هي أقل أولوية أو المجموعة الأقل أولوية ال H مو صحيح؟ إيه
ما دام الاتش موجود بالداش إذن هو ار يبقى ار ما يتغير. الداش شنو تقصد به دكتور؟ هذا شوفي هاي الآسرة، ها شنو هي هاي؟ منقطة مو جاي شوفين الآسرة؟ نعم نعم. شنو معناته المنقطة؟ معناها عمودية على المستوي بس متجهة بالاتجاه البعيد عليه. نعم. أوكي؟ واضح أوكي نكمل؟ كمل دكتور. أوكي هسه نجي هذا نفس الكلام اللي قلناه من الساعة بس على شكل تفصيل أكثر. أوكي دكتور. نعم. شلون سؤال يجي عليه يعني؟ أرجع وأعيد نفس الجواب اللي قلته من الساعة، كل شيء بالمحاضرة مطلوب. أنا جاي أشرح لك بس يعني أرجع أعيد الكلام. قد يكون نفس هذا الشرح إنه تريد لك راير سنتر وما أعرف شنو والآر والأس. أرجع أعيد الكلام للمرة الرابعة. أنا جاي أشرح. السؤال شلون يجي؟ أنت كون متهيئ إلى كل سؤال يجي لك. أنا بالمحاضرة هواي حكيت على اللي ممكن أجيبه أنا. أوكي؟ أوكي؟ تمام. رجاءً من الكل. ما رجاءً ما يعني لا تسألني شنو راح يجي السؤال. هذا فاينل. الميد أقدر أتفهم وياك بس هذا فاينل لا. أنا جاي هيك شلون أنت تجاوب أي سؤال تريده. يعني هسه تخيلوا طلابنا مادتنا وزاري مادتنا تقويمي، تخيلوا مادتنا تقويمي شلون أنت تكون متهيئ إلى كل سؤال يجي لك مدام أنت فاهم المادة، كل سؤال عندك سهل. نكمل؟ كمل دكتور. سنجي خلنا ناخذ فد مثال. هسه هذا المركب اللي كتبته بي كارل سنتر لو ما بي كارل. وين الكارل سنتر يلي عليها او اتش؟ اوكي اذن اول شغله احدد الكايرال سنتر بان اكتب عليه شنو ستار. نجي هسه ما هي المعوضات المرتبطه مباشره بهذا الكايرال سنتر؟ كربون او عندنا من اليمين كربون صح لو غلط ومن اليسار كربون وعندنا اوكسجين واكسجين صح لو غلط وعندنا اللي ما كاتبينها بالداش شنو اكو اتش. هسه نجي عندي اكسجين وعندي اثنين كربون وعندي اتش. احنا اساسا حددناه كايرال سنتر يا ذره لها اعلى اولويه يا ذره لها اقل اولويه بيهم هذول. الاو لها الاولويه. الاو رقم واحد وبنفس الوقت الاتش ايش قد يكون رقمه؟ الاتش ايش قد يكون؟ ها أربعة. أربعة ليش؟ لان يعني هو اقلهم وزن ذري. من نجي نقارن عندنا شنو المرتبط بالكايرال سنتر مباشره؟ عندنا اثنين كربون واكسجين وهيدروجين. هيدروجين هو اقلهم وزن ذري اذا هو شنو يكون اقلهم اولويه. اكسجين هو اعلاهم وزن ذري اذا هو شنو يكون اعلاهم اولويه. نجي هسه الكربون جهة اليمين شنو مرتبط بها مباشرة؟ ما نحسب الكايرال سنتر بعد احنا وخرنا من الكايرال سنتر. شنو مرتبط بها الكربون جهة اليمين؟ ثلاث ذرات من الهيدروجين. ثلاث ذرات هيدروجين. هسه انا ليش حللت الكربون؟ لان عندي يمين كربون ويسار كربون لازم احللها على مود اعرف يا هي الهلا الاولويه الاعلى ويا هو الاقل. هنا أنا عندي مثل ما تفضلوا زميلاتكم اتش باتش ب اتش. جهة اليسار شنو عندي؟ كربون وهيدروجين اثنين. كربون هيدروجين هيدروجين. هسه هنا أنا اقدر احدد اولويه لو ما اقدر؟ يا هي الاولويه الاعلى اليسار لو اليمين؟ اليسار. اليسار يصير رقم اثنين.
واليمين يصير رقم 3. هسه هذا الدوران شنو؟ عكس عقارب الساعة. عكس عقارب الساعة. إذن بيها سين لازم شنو يكون؟ S. S. هنا تبقى S لو تتغير إلى R. تبقى S. ليش تبقى S؟ الهيدروجين الموجب الداش. واضحة؟ دكتور. أوكي. دكتور. حسن. نعم. بس الكربون الثلاثة شو مرتبطة بثلاث إتشات؟ هي شنو عبارة عن شنو هاي الكربون؟ هسه هذا الطرف شنو هاي الرقم ثلاثة شنو هي؟ عبارة عن شنو؟ هاي نهاية عصر. الخط عبارة عن شنو؟ مجموعة شنو؟ CH3 متين. CH3 صح لو غلط؟ صح. إذن شنو مرتبط بيها؟ بيها ثلاث أتشات. بينما جهة اليسار عبارة عن شنو؟ CH2. عبارة عن CH2 ومرتبطة بـ CH2 ثانية صح لو غلط؟ صح. تمام دكتور. ليش حسبنا ذرة الكربون اللي باليسار؟ ذرة الكربون اللي باليسار ما حسبناها، هاي الكربون عبارة عن هاي. أوكي؟ يعني إحنا شنو حللنا هاي الكربون؟ شنو مرتبط بها هاي الكربون؟ رقم اثنين شنو مرتبط؟ الأولوية اثنين شنو مرتبط بها؟ مرتبطة بكربون جهة اليسار ومرتبطة بها اثنين هيدروجين. أوكي؟ بداش أو مو بداش بسبب هاي الخطوط المنقطة. شلون أعرف؟ ما فهمت السؤال. يقول شلون نعرف الهيدروجين بداش أو مو بداش بسبب هاي الخطوط؟ لو ما يراجعها باعوا لنا طلعنا. هسا أنا أعرف التيتراهيدرال. شنو التيتراهيدرال؟ بي بآصرتين على شكل خطوط وأكو داش وأكو مثلث صح لو غلط؟ طيب الخطوط موجودة لو ما موجودة بهذا الكايرال سنتر؟ موجودة مو صح؟ اللي هي كربون رقم 2 وكربون رقم 3. إذن أنا الخطوط خلصت من عندها موجودة. المثلث موجود عندي لو ما موجود؟ موجود اللي هو شنو؟ الـ OH. إذن شنو بقى مفقود عندي؟ بقت بس الداش. وأنا شنو مفقود بالنسبة لهاي الكربون؟ بس الـ H. إذن أنا عندي H بالداش مرتبط بهاي الكربون. شلون تعرف الكايرال بهذا الرسم؟ أوكي. هسه راح أحط جزيئة أخرى. أو راح أعيد الجزيئة مرة أخرى. هسه نروح الكربون رقم 3 رقم 1. خلينا رقم الكربونات اللي عندنا. كربون 1 كربون 2 3 4 5. نجي للكربون رقم 1. شنو المعوضات اللي موجوده بالكربون رقم 1؟ كتبوا ليها بالشات طلاب. خلوا المايك على صفحه. شنو المعوضات اللي موجودة على ذرة الكربون رقم 1؟ شنو موجود عندنا؟ ها طلابنا موجود عليها ثلاثة هيدروجين صح لو غلط؟ مو؟ إذن ذرة كربون رقم 1 هل هي كايرال سنتر أم لا؟ ذرة الكربون رقم 1 لا. ليش؟ لأن بها أكثر من معوض متكرر. نروح إلى ذرة الكربون رقم 2. شنو المعوضات اللي مرتبطة بذرة الكربون رقم 2؟ حددوا لي إياهم. شنو المعوضات اللي مرتبطة بذرة الكربون رقم 2؟ هي كل كربون لازم بها أربع معوضات صح لو غلط؟ رجاء خلي المايك على صفحة بكتبوا ليها بالشات.
كتبوا لي كمجموعة كاملة. ذرة الكربون رقم 2 شنو مرتبط بها جهة اليمين؟ بها ممتاز، عدة CH3 ممتاز. وباليسار شنو عندي؟ أكو CH2 وسلسلة كربونية بعدها. بالأعلى شنو عندي؟ عندي OH. كم معوض صارن هذن؟ صارن 3. إذن شنو اللي ما مكتوب؟ ذرة الهيدروجين رقم 2، ذرة الكربون رقم 2 شنو ما مكتوب؟ H. خلاص نجي نشوف المعوضات الأربعة متساوية لو مختلفة. احنا هسه مو حددنا المعوضات الأربعة على الكربون رقم 2 مختلفة مو؟ البقية مش متفقين ويا زميلتكم زميلاتكم أو زملائكم مختلفة. إذن ذرة الكربون 2 ذرة الكربون رقم 2 هي عبارة عن شنو؟ ذرة الكربون 2 عبارة عن شنو؟ كايرال سنتر. عبارة عن كايرال سنتر. مدام أنا حددتها كايرال سنتر وعلى مود لا أدوخ شنو أخلي لها؟ أخلي لها ستار نجمة. هسه خلروح نكمل. ذرة الكربون رقم 3 شنو المعوضات اللي موجود بيها؟ شنو المعوضات اللي موجودة بذرة الكربون رقم 3؟ ها طلابنا بيها لا ذرة الكربون رقم 3 ذرة الكربون رقم 3 شنو بيها؟ بيها H و H وباليسار CH2 وباليمين C H O H مو؟ يعني ذرة الكربون رقم 3 مو كايرال سنتر. ليش؟ لأن بها 2 هيدروجين. شون قريتوها؟ باو علي. هسة 3 شنو عن يمينها؟ ابني 3 شنو عن يمينها؟ شنو موجود ذرة الكربون رقم 3 شنو مرتبطة عن طريق بيمينها؟ أكو كربون مو صحيح اللي هي ذرة كربون رقم 2. ذرة الكربون رقم 3 مرتبطة بذرة الكربون رقم 2 وذرة الكربون رقم 1 صح لو غلط؟ ذرة الكربون رقم 3 مرتبطة بذرتين كربون اللي هي 2 و... شنو بقى؟ احنا نعرف انه الكربون مرتبطة بأربع عواصر. العاصرتين اللي ما ذاكرينها شنو معناها؟ هيدروجين. اثنين هيدروجين صح لو غلط؟ ما دام اثنين هيدروجين اذا ذره الكربون رقم 3 كايرال سنتر لو لا؟ لا لا. نروح الاربعه، هل هي كايرال سنتر ام لا؟ اربعه كايرال سنتر لو لا؟ لا. ليش؟ لان هم بيها اتش ب اتش. شلون عرفنا اتش ب اتش؟ لأن بيها كربون بيها بس عاصرتين ظاهرة، معناها العاصرتين اللي ما ظاهرة هنا عبارة عن هيدروجينات. الروح الخامسة، هل هي كايرال سنتر أم لا؟ أيضا لا. ليش؟ لأن هي مرتبطة بكربون وثلاث أواصر ما ظاهرة. شنو الثلاث أواصر اللي ما ظاهرة؟ عبارة عن هيدروجين هيدروجين هيدروجين. ما دام ثلاث أواصر مش شابهة معناها خمسة كايرال سنتر أم لا؟ ها لا لا. إذن هسه عندي فقط ذرة الكربون رقم 2، ذرة الكربون رقم 2 عبارة عن كايرال سنتر. هسه نجي مدام حددنا. نعم دكتور، هي اصلا الكايرال ما تجي طرفية مو مستحيل تصير طرفية. مستحيل تصير طرفية في حالة واحدة فقط، إذا المعوضات مو هيدروجين أو واحد منهم فقط هيدروجين. يعني مثلا طرفية تصير طرفية بها OH بها BR وبها CL وبها H، ليش الساعة راح يصير كايرال. أوكي زين دكتور، دائما المعوض واحد هيدروجين بيه؟ لا مو شرط. أكثر. مو شرط
مو شرط احتمال. اذا اكثر من هيدروجين فهي مو كايرال سنتر. ليش؟ يعني بيها الى بيها اثنين اثنين. بس اذا ما بيها هيدروجين احتمال كايرال سنتر. يعني مثلا عندك بيها CH3 وعندك CH2OH و CH2 CH3 وحلقه بنزين، هاي كايرال سنتر. وضحت؟ واضح. نكمل. اوكي كمل دكتور. اوكي هسه نجي هذا نفس خذينا من الساعه هنا هسه هاي المركبين شنو علاقه هذا واحد بالثاني؟ هل هما دايستيريو ايزومرز؟ هل هما انانشومر؟ هل هما نفس المركب؟ شلون احدد؟ شلون احدد علاقتهم واحد بالثاني؟ هسه نجي للانانشومر. شنو علاقه المركب الانانشومر بالمركب الاخر؟ شنو علاقتهم؟ ها طلابنا الانانشومر شنو علاقه ميرور صوره لبعض، صوره مرآت. او بمعنى اخر كل كايرال سنتر موجود بالجزيئه لازم بالجزيئه الثانيه شنو يصير؟ مرآت الى عكس، عكسه بالضبط او مختلف بالضبط الضده. يعني اذا كايرال سنتر اكو بها كايرال سنتر بموقع كربون رقم 2 ار بالجزيئه الاولى، اذا الى انانشومر لازم يكون شنو برقم 2؟ لازم يصير اس. اس وضحت؟ يعني الانانشومر كل كايرال سنتر يصير بالضبط مقلوبه بالجزيئه الاخرى. يعني مثلا اذا عندنا جزيئه هسه خلينا نرسمها هنا جزيئه وكلهن ار، خلينا شوي كبرها هسه بيها اثنين كايرال سنتر ار ار بغض النظر شنو المعوض. الانانشومر مالته لازم شنو يصير؟ الانانشومر مالته لازم شنو يصير؟ اس 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 بأس. اذا عندي هنا جزيئه ار بس لازم الانانشومر مالته شنو يصير؟ اس بار. اس بار واضحه الفكره؟ واضحه لو اعيدها؟ هاي اعطيتكم مثالين؟ هذا البل هاي هسه المثال اعطيتكم اياه هسه مثلا. اوكي هسه راح اعطيكم شويه اصعب. بغض النظر شنو المعوضات، هذا مركب اي، شنو الانانشومر مالته هسه مركب اي؟ ممكن واحد يعيد الكلام؟ اس ار ار اس بار بار. هسه نقدر نقول اي وبي شنو علاقتهم؟ شنو علاقة اي بي؟ انانشومر. انانشومر. هسه نجي خلينا نروح المركب سي. سي شنو علاقة المركب سي بالمركب بي؟ دايستيريو ايزومر. ليش قلنا دايستيريو ايزومر؟ الاول مشابه والثاني مختلف. بس قلنا بالدايستيريو ايزومرز لازم شنو؟ لازم واحد على الاقل
متطابق وواحد على الأقل شنو؟ واحد على الأقل شنو؟ مختلف. أوكي أعيدها لو واضحة. أعيدها لو واضحة. واضح. شنو علاقة المركب B بالمركب C؟ دايستريو. زين. نيجي هسه علاقة المركب C بالمركب A. على فكرة هنا المعوضات مو CH3 بس أنا جاي أقول لكم هذا الكايرال سنتر S بدون ما ندوخ نحن بالمعوضات. هنا مو CH3 لأن CH3 معناها ماكو كايرال سنتر. أوكي؟ أوكي؟ أوكي. هسه قلوا لي كايرال شو اسمه؟ المركب C والمركب A شنو علاقتهم؟ إناشيوما؟ والله باعيلهم. دايستريوس. ليش دايستريو؟ دايستريو واحدة من المتشابه. أول واحدة مختلفة والثانية مشابهة والثالثة مختلفة. فعندنا واحد مشابه وواحد مختلف. ما دام واحد مشابه وواحد مختلف شو نقول عليه؟ دايستريو. واضحة الفكرة؟ واضحة؟ واضحة لو عيدها؟ واضحة. خلنا ننتقل للستايد الأخير بالجروبر الميزو كومباوند. شنو هم الميزو كومباوند؟ الدكتور بس قبل أن ننتقل هذا السلايد نعم شنو؟ السلايد القبلي تو شرحناه هاي رجعت له الجزيئة المادية جلوكوز والجالكتوز هاي الاس والار شلون عرفناهم؟ ها خل نروح الاول وحده بايلي بهذا الشكل بهذا الشكل اللي يصير بالعرض اللي يصير بالعرض هو المثلث واللي يصير عمودي هو الداش اوكي نجي هسه نجي لهذا الكايرال سنتر شنو مرتبط بالكايرال سنتر هذا اللي هي ذره الكربون رقم 2 بالجلوكوز شنو مرتبط بها مباشره شنو مرتبط بها اكسجين اوكي بعد او اتش يسار H أوكي بعد O H لا عندنا كربون هنا وعندنا كربون هنا بالأعلى كربون بالأسفل كربون صح لو غلط صحيح هسه عندي أكسجين بكربون بكربون بأكسجين يا هي الذرة اللي إلها أعلى أولوية أكسجين أكسجين ممتاز إذن الأكسجين راح يأخذ رقم واحد. واحد. والهيدروجين إيش قد يأخذ رقم؟ رقم أربعة. أربعة. نجي هسه. عندنا كربون بالأعلى وكربون بالأسفل. الكربون بالأعلى شنو بيها معوضات؟ كربون بالأعلى بيها أو. أو. بيها أكسجين. أكسجين هيدروجين. ليش أكسجين أكسجين؟ لأن بيها دبل بوند. دبل بوند. أوكي. نجي الكربون بالأسفل شنو بيها؟ بيها كربون لا بيها أكسجين بيها أكسجين وكربون وهيدروجين صح لو غلط صح إذن يا كربون إلها الأولوية الكربون اللي بالأعلى أو بالأسفل اللي بالأعلى أوكي ممتاز إذن هاي راح تصير رقم 2 وهاي تصير رقم 3 هسه الدوران مالنا عكس عقارب الساعة لو مع عقارب الساعة عكس عقارب ها الاتش موجود بالداش لو مو بالداش الاتش باي هذا الشكل الاتش بالداش لو لا قلناها هو الداش لا مو بالداش مو بالداش دكتور
داش العمود. العمودي الداش بهذا الشكل اللي يكون مثل الزائد دائما يا هو اللي يكون داش يكون العمودي، والأفقي مو داش متجه علي. مدام ال H مو بالداش معناها بدل ما هو S إيش راح يصير؟ يصير R. R. شنو أنا كاتب؟ يعني دكتور أخذ كل جزيئة وأحللها. كل ذرة، كل كايرال سنتر. كل ذرة، إيه وأحللها. إيه. تمام. أوكي. أوكي. هسا أكو بعد سؤال أو نكمل؟ نكمل. أوكي. نجي هسا آخر شيء بالسلايدات مالتنا مالت اليوم. هنا الميزو كومباوند، شنو الميزو كومباوند؟ هو مركب يحتوي على كايرال سنتر لكن يكون غير فعال ضوئيا. ليش؟ لأن بي بلان اوف سيمتري. شنو بلان اوف سيمتري؟ مستوي تماثل. واحد يقول شنو شو راح يسوي المستوى التماثل؟ اقول له اذا بي كايرال سنتر وحده ار والثاني لازم تصير اس، فوحده تكنسل الاخرى. فلذلك الميزو كومباوند بي كايرال سنتر، لكنه بالنتيجه هل هو فعال ضوئيا ام لا؟ غير فعال. اوكي. بعد يا نوع من المركبات تكون غير فعاله ضوئيا؟ ما هي المركبات اللي تكون غير فعاله ضوئيا؟ كايرال كومباوند، الجزيئات التي لا تحوي على كايرال سنتر، ممتاز. والميزو كومباوند هم قلنا غير فعال ضوئيا. وبعد يا نوع يا انواع تكون غير فعاله ضوئيا؟ ها الانان شومر اللي موجود بيا نسبه دكتور انا ذكر يكون نسبه 1:1. بالضبط 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 بالضبط. يعني المركبات أو مزيج المركبات التي تكون غير فعالة ضوئياً هي أول واحد وأول صنف يهو المركبات التي لا تحوي على كايرال سنتر. اثنين يهو منهم ميزو كومباوند، الميزو كومباوند. وثلاثة إنانشومر مزيج الإنانشومر، لأنه يعني مركبين مو مركب واحد. مزيج الإنانشومر اللي موجود بيا نسبة 1:1. أوكي. مكستشر الميكشر. ليش؟ لأنه الإنان شومر جزئيتين، مو صحيح ميرر إيمج واحدة للثانية، مو الإنان شومر. الإنان شومر جزئية واحدة لو جزئيتين؟ جزئيتين، صح لو غلط؟ فشنو نقول؟ هو مزيج من جزئيتين موجود بيا نسبة 1:1. أوكي. هسه ما هي المركبات التي تكون فعالة ضوئيا؟ Which is the compound that optically active؟ تحتوي كايرال سنتر. المركبات اللي تحوي على كايرال سنتر. بعد كايرال سنتر. بعد إنانشومر يكون مزيجها مو 1:1. اثنين الستيريو. ثلاثة الستيريو. الدايستيريو آيزومر بأي مزيج كان، بأي نسبة كانت، حتى لو 1:1. والإنان شومر اللي بين مركبين متقابلان مو بنفس المركب، مو نفس النسبة. أوكي. هسه خلصنا نكمل نروح على غير مركب، على غير بارت. عفوا استاذ ملاحظة. نعم دكتور. نعم دكتور، بس إذا تقدر أرجع لقبل السلايدات اللي سلايد 11 دكتور. 11 هذا 11. نعم ماكو دكتور، ما طلع. طلع لي؟ لا طلع. طلع عندي دكتور. هنا انت ذرات الكربون اللي بيها مثلا 5 ذرات هيدروجين، ليش تاخذ 2؟ مو خمسة. احنا شنو قلنا؟ دائما نشتغل على آصر واحدة، ما نشتغل آصرتين. اوكي.
أول آصرة من الكايرال سنتر صار تساوي، أروح آصرة ثانية ما أطفر آصرتين. واضح الكلام؟ واضح. أوكي. هسا نروح على بارت خمسة. العفو أستاذ ما. العفو دكتور. سلايد بس آخر سلايدين ما كان عندي ناس. أنا أفضل ما أعيدهم، مسجلهم أنا، ليش ما أنت تشوفيهم بعدين على مود ننتقل على غير سلايدات. أنا مسجلهم تمام. مسجلهم كلها كل المحاضرة مسجلة ما أكو بيها إشكال. تمام دكتور. نتوكل على الله نكمل نروح البارت خمسة. يلا دكتور. سلايد 11 بس ملاحظة عليه ولا مش زاحمك. قول. بالنسبة ل 11 اللي رتبته اللي هو عبارة عن جهتين متعامدة. نعم. زين هو الداش مو ياخذ بس طرف واحد، ليش صار طرفين فوق وتحت؟ وين داش اكو فوق وتحت؟ بسلايد الدايستومرز دايستومرز الحدد تقلنا بشكل زائد المتقابل. ها ها اسمح لي، هذا شكل، شوف اكو اكثر من طريقه نرسم بها الجزيئات الكيميائيه. خوش، هاي طريقه يرسمون بها المركبات السكريه والمركبات الامينو اسيد. أهل البايوكيمستري ما يسمونه هذا، وأعتقد هاي اسمها أعتقد فيشر بروجكشن. هاي طريقة بس ترسم بها السكريات والهذا، فما يرسم لك إياه بديش الطريقة مالتنا السلسلة، يرسم لك إياه عبارة عن زائد، وأنت لازم تعرف هاي هيك وهاي هيك. بس ليش الداش يعني هو مو بها داش واحد المفروض؟ يعني لا, لا 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 باوعلي هاي شنو تباوعلها ستة إلى تشوف الجزيئة مالت ال التتراهيدرال باوع لي هسه خلنا نرجعك إلها. هاي هسه إذا تباوع لها إذا خليت الزاوية مع النظر مالتك من هنا خوش شنو راح تشوف؟ هاي زاوية النظر مالتك شنو راح تشوف؟ نعم نعم راح تشوف ال H وال CH3 باتجاهك وتشوف ال CL نعم والبي ار بعيدات عليك صح لو غلط؟ اثنين داش نعم نعم وضحت الفكره؟ وضحت. هي بس الزاويه اللي تجي تشوف منها الجزيئه. شكرا دكتور حياك. هذا هو نتحول الى بارت خمسه؟ نتحول دكتور ان شاء الله. هاي هو بارت خمسه. بارت خمسه الكحولات. They have ROH general formula. يعني شنو ROH؟ ال R element terms. الكربون. ال R إلى مجموعة الألكيل. الكربون هي بس هي مجموعة الألكيل. نعم. هذه المركبات هي مركبات polar compound. ماذا نعني بالpolar؟ قطبية. قطبية. ليش هاي المركبات قطبية؟ بسبب وجود مجموعة الهيدروكسيل. بسبب وجود أواصر مستقطبة اللي هي هاي الـ O والـ F والـ C والـ O. ها ها عندنا أصرتين مستقطبة بالكحول، أصرة كربون أكسجين وأصرة أكسجين هيدروجين. أيضا أيضا بالكحولات شنو نوع من الأواصر الجديدة راح يظهر عندنا يزيد من استقطاب المركب؟ هيدروجين بوند. الأواصر الهيدروجينية. اوكي هنا نتوقع هذه المركبات هي قطبيه ام غير قطبيه؟ قطبيه. قطبيه. فاذا ويا من راح تمتزج ويا المذيبات القطبيه او المذيبات غير القطبيه؟ قطبيه. بمعنى اخر يا هو اكثر مذيب قطبي احنا نعرفه؟ ما. يعني نقدر نقول الكحولات تذوب في الماء، لها القدرة على الامتزاج مع الماء، بس مو كل الكحولات. ليش؟ هسه نقرأ نروح لآخر نقطة. سؤال لكم، ماذا تتوقعون على درجة انصهار أو غليان هذه المركبات؟ هل تكون نوعا ما عالية لو واطئة؟ عالية. ليش؟ شنو السبب؟ مجموعة فعالة. الوزن الجزيئي لها عالي؟ لا. بها ثلاث انواع مترابطه. هيدروجين بوندينج. هيدروجين بوندينج. تحتاج الى طاقه عاليه لكسرها. اوكي نجي هسه اقروا لي النقطه 1 2 3 4 5 شو تقول النقطه الخامسه؟
they are slightly acidic. Why? يعني شنو معناها؟ حوامض طفيفة ضعيفة. هذه المركبات هي حوامض ضعيفة. ليش حوامض ضعيفة؟ لأن بيها الـ O والـ H، الـ H ممكن تنفقد من الـ OH وتصير شحنة سالبة على الـ O، لكن ما مو كلش قوية. أوكي؟ أوكي. واضحة؟ أقولوا لي النقطة الأخيرة. The polarity of alcohol is decreased as the molecular weight increase. Why? ليش؟ طلابنا من يزيد الوزن الجزيئي معناها شنو زاد عندنا؟ هسه بالكحول من يزيد وزن الجزيئي شنو معناها زاد عندنا الكحول؟ زادت الكحول لو زادت السلسلة الكربونية؟ السلسلة الكربونية. ممتاز. زين. السلسلة الكربونية هي الجزء القطبي أم الجزء غير القطبي بالمركب؟ غير القطبي. يعني من يزيد طول السلسلة الكربونية يزيد الجزء غير القطبي، يزيد نسبة الجزء غير القطبي إلى الجزء القطبي، صح لو غلط؟ صحيح. لا دكتور. إذن بالنتيجة المركب كله من يزيد وزنه الجزيئي راح يزيد قطبيته لو تقل قطبيته. تقل قطبيته. ليش؟ لأن راح يزيد وزن الجزيئي. لأن لا مو لأنه هو زيادة الوزن الجزيئي معناها زيادة طول السلسلة الكربونية، معناها إحنا جاي نزيد الجزء غير القطبي مقارنة بالجزء القطبي، لذلك كنتيجة المركب راح شنو يصير؟ غير قطبي. غير قطبي. واضحة؟ نكمل. Go ahead. أوكي. نجي لهنا. ما هي المركبات التي تكون مصادر للكحول؟ الكحول هي السكريات بشكل عام، وهذا السكروز نفس السكر اللي احنا نستخدمه بمنازلنا. نجي هسه شو نصنف الكحولات؟ شنو انواع الكحولات حسب الاصل؟ اول ثانوي وثالثي. هسه الكحولات الاثنين بالاعلى، نعم، ليش سميتهم كحولات اوليه؟ لان مرتبطه بكربون واحده، كربون المتصل بها او اتش مرتبطه بها كربون وحده او ما مرتبط بها كربون، صح لو غلط؟ مثل سي اتش 3. نعم. هسه انا ليش قلت هذا كحول ثانوي؟ الكربون المركزي بها او اتش مرتبط بها اثنين كربون. واضح؟ واضح. ليش قلت هذا كحول ثالثي؟ لان مرتبط الاو اتش ذره كربون مرتبطه بثلاث ذرات كربون اخرى. واضحة؟ ما يراد لها؟ ما يراد لها. أوكي. نيجي هسه. شلون نحضر الكحولات؟ هاي أول طريقة. شنو كاتب هنا؟ أكسدة الألكينز. لا. هيدروبوريشن أوكسيديشن. هي عبارة عن تفاعل واحد. هنا هذا التفاعل شنو بيفيد ميزة؟ عكس قاعدة ماركوف. يعني الOH وين تروح؟ للكربون اللي بيها هيدروجينات أقل أو اللي بيها هيدروجينات أكثر حسب ما أنتم فاهمين؟ أقل دكتور. أقل. أقل. لا تروح للأكثر. للأكثر دكتور. الOH تروح للأكثر، ماركونيكوف تروح للأقل. هذا عكس ماركونيكوف. دكتور الهيدروجين يروح للأقل. الهيدروجين هو نفس. أنا جاي أحكي على OH. أنا جاي أحكي على OH. أوكي. نعم. هسه نجي. أكو سؤال عليها السلايد لو نكمل. نكمل. نجي. ما بيش. هسه هاي تحضير تحضير المركبات الكحولية من خلال كاشف غرينيارد. قلنا شلون نحضر المركبات الكحولية من خلال كاشف غرينيارد؟ التفاعل فورمالديهايد مع إيه؟ كاشف غرينيارد يعطيني كحول أول. بعد
والألديهايد مع كاشف جرينياد يعطون كحول ثانوي، وكيتون مع كاشف جرينياد يعطون كحول ثالث. أوكي واضحة؟ أعتقد إحنا هنا وايد شرحناها بالمحاضرات مالتنا. نعم واضحة. أوكي. هنا أيضا الألديهايدات أو والكحولات والكيتونات أقدر أستخدمهم بتحضير الكحولات، لكن هنا شنو أسوي لهم؟ اختزال. اختزال. هسه واحد يسأل، أو خلني بس نتأكد، كاشف جرين يارد يمتى يعطيني كحول أولي؟ كاشف جرين يارد يمتى يعطيني كحول أولي؟ إذا تفاعل ويا الألديهايدات. بس الفورمالديهايد. بس نعم. الفورمالديهايد يعطيني كحول أولي. أوكي. يمتى كاشف جرين يارد يعطيني كحول ثانوي؟ إذا تفاعل ويا أي ألديهايد. ويا أي ألديهايد. يمتى كاشف جرين يارد يعطيني كحول ثالثي؟ إذا تفاعل ويا الكيتون. ويا الكيتون. نجي هسه طريقة الاختزال. الألديهايد من اختزله شنو يعطيني؟ الألديهايد من اختزله شنو يعطيني؟ كحول أولي. كحول أولي. الكيتون من اختزله شنو يعطيني؟ سكندري. واضحة؟ نعم. أوكي. نجي هسه. هنا أنا هاي الطريقة شنو بيها؟ بيها نتيجتين. تفاعل الألديهايد. هنا تفاعل، اقرأ التايتل شنو يقول؟ آسف، تفاعل الكحولات، reaction of alcohols. أول تفاعل يسمونه dehydration. شنو معناه dehydration؟ سحب جزيئة ماء. سحب جزيئة ماء. خاف واحد ينساها. الإنسان اللي يصير عنده نوع من أنواع الإسهال شنو يقول صار عنده؟ فقدان سوائل، جفاف، صار عنده dehydration، صح لو غلط؟ نعم صح. هسه نجي فقدان جزيئة ماء شنو يعطيني؟ الكيدات. الكين. فقدان جزيئة الماء يعطيني الكين. أوكي؟ نعم. نكمل؟ نكمل. تفاعل ويا الـ PX3. شنو هو الـ PX3؟ الحاليدات الـ X. ثلاثي حاليد الفسفور. أوكي. الـ PX3 يتفاعل ويا الكحول ويحول مجموعة الكحول إلى، يستبدلها على مود نكون أكثر دقة، يستبدل مجموعة الكحول بمن؟ بالـ X. بهاليد. أوكي. يعني مجموعة الكحول تستبدل بالهذا. هنا من أسأل إيش قدر الرياكشن ريشيو؟ إيش قدر الرياكشن ريشيو؟ شنو معنات الرياكشن ريشيو؟ نسبة التفاعل. نسبة التفاعل. إيش قد نسبة التفاعل هنا؟ 3 إلى 1. 3 إلى 1. 3 مولات. 3 مولات. منين؟ من الهاليد. ويا من تتفاعل؟ 3 مولات. واضح الكلام؟ نعم. يعني هنا الرياكشن ريشيو 3 إلى 1. السايد برودكت شنو هنا؟ السايد برودكت هو الـ H3 BO3. BO3 مو 4. إذا عندك 4 فصححها إلى PO3. أوكي؟ أوكي؟ نكمل؟ نعم. لابنا نكمل؟ نعم. بس لحظة. هسه طلابنا هذا السلايد بي سؤال، لو نكمل على اللي بعده.
ما بيش دكتور. أوكي. كمل دكتور. هنا الاسترات، تحضير الاسترات. تحضير الاسترات، إيش مين يتحضر الاستر؟ من تفاعل شنو مع شنو؟ كحول مع الحامض الكربوكسيلي. يعني الكحول مع الحامض الكربوكسيلي راح يعطيني استر. شنو رابط الاستر؟ هذا رابط الاستر اللي أنا نعطيك إياه. أوكي. هذا رابط الاستر اللي هو سي دبل بوند او وياها اكسجين، يعني الكربون مرتبطه باصره مزدوجه اكسجين وباصره مفرده اكسجين بنفس الوقت. اوكي تمام. اكو سؤال لو نكمل؟ دكتور شلون رابط؟ نعم الرابط دكتور دايت ايد. شلون رابط الاستر؟ هذا رابط الاستر عبارة عن C دبل بوند O O ومنا R ومنا R prime. زين دكتور هذا المركب الفوق شنو اسمه؟ هذا يسمونه اللي بي سلفر. هذا استر، هذا استر لكن من نوع السلفر، يعني استر بس بدل ما كربون اكو شنو كان هي كبريت، هم نوع من انواع الاسترات. اوكي يعني بدل ما عندك سي دبل بوند او عندك سي اس دبل بوند او دبل بوند او، هذا الفرق بيناتهم. العفو استاذ احنا مو هو موضوع تحضير الاستر، هو هذا هم نوع يعتبر نوع من انواع الاستر يسمونه ثايو استر. اوكي وتفاعل ويا قلنا استر هم ويا كحول عامل كربوكسيل كحول بعيله كحول اوكي. اكو سؤال بعد لو نروح للسلايد اللي بعده؟ نروح دكتور. اوكي هسه نجي هاي هواي طلاب سألوني بيها بس اريدكم شويه تسدون المايكات وتنتبهوا لي بهاي النقطه. طلابنا الغرض من التفاعل ما هو؟ انا ليش اسوي اي تفاعل كيميائي؟ شنو الغرض من التفاعل؟ على مود احصل على مواد جديده او احصل على ماده انا اريدها. انا مود نكون اكثر دقه، الغرض من اي تفاعل معين انه نحصل على الماده اللي انا اريدها استخدمها او اروح بها تفاعل اخر. الغرض من اي تفاعل انه انا اريد الناتج، بمعنى اخر انا اريد الناتج. فمن يجي طالب يسالني دكتور انا ليش فعلت الكحول ويعامل مؤكسد ضعيف بينما انا اقدر اعامل افعله ويعامل مؤكسد قوي واحط الكربوكسيل، ليش حصلت الالديهايد؟ طيب اذا انا اريد الالديهايد ما اريد الحامض الكربوكسيلي، شنو هنا شنو اسوي هنا؟ انا جاي اوضح لك طريقه بس من نفس الوقت انا جاي اقول لك من اريد احضر هذا المركب استخدم هذا الايجنت، هذا الريجنت. يعني انا مو اريد احضر هذا واسوي لي خطوتين، لا هذا مو صحيح، لكن انا من اريد الالديهايد ما اقدر استخدم عامل مؤكسد قوي، صح لو غلط؟ وضحت الفكره؟ ها سؤال، نسبه 3 الى 1، 3 من الكحول 1 من البي اكس 3، وضحت الفكره؟ طلابنا وضحت الفكره؟ واضحة بس أنت قلت دكتور سد المايكات فسديناها. لا لا أوكي ما عندي مشكلة، بس أنا هسه بس مجرد أريد أوضح هاي النقطة، لأن أنا أكثر من طالب تواصلوا وياي دكتور إحنا ليش نسوي هيك؟ إحنا ليش ما رأسا نجيب الحامض الكحول ونخلي له حامض شو اسمه عامل مؤكسد على مود يحضر الحامض الكربوكسيلي؟ طيب صحيح هذا الكلام، لكن أنا إذا أريد أحضر الألديهايد ما أريد أحضر حامض كربوكسيلي، أحتاج الألديهايد ما أحتاج الحامض الكربوكسيلي. استخدم عامل مؤكسد قوي؟ لا ما استخدم. طيب سؤال للكل، اذا اريد احضر حامض كربوكسيلي لازم شرط اساسي شنو نوع الكحول؟ شنو نوع الكحول؟ اول سهل او غلط؟ ما يصير عندنا كحول ثانوي، الكحول الثاني من يتأكسد شنو يعطيني؟ كيتون. كيتون. الكيتون ممكن أكسدته أكثر لو لا؟ أكثر. ممكن أكسدت الكيتون أم لا؟
ما ممكن اكس 6. ليش؟ 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 ها ما بالضبط الكربون اللي بيها السي دبل اللي بيها اكسجين ما بيها هيدروجين، خلصت الهيدروجين اللي بيها، باوع اللي هنا للالديهايد، هاي الكربون بيها هيدروجين لو ما بيها؟ بيها. اذا ممكن اكسدها ولو ما ممكن؟ ممكن ممكن. هاي الكربون هاي بيها هيدروجين؟ بيها. هاي هاي الكربون اللي لا. لا لا ما بيها. هاي هسه هاي الكربون ما بيها. ما بيها. ما بيها. اذا ممكن اكسدتها لو لا؟ ما لا ما اكسد. لذلك انا الكحول الثانوي من اكسده شنو يعطيني؟ كيتون. كيتون بغض النظر عن نوع العامل المكسد. ليش؟ كيتون ما ممكن يتاكسد اكثر الى شيء اخر. واضحه الفكره؟ ننتقل. ننتقل. اوكي هسه نروح الى اخر بارت اللي هو يا بارت هالي المركبات الهاليدات الالكيل. نجي هسه شنو الجنرال فورمولا مال الكايل هالايد؟ What is the general formula؟ شنو هي الصيغه العامه للهاليدات الالكيل؟ CH3RX. الاكس شنو هي؟ RX. الاكس شنو؟ اكس هاليدات F CLBR R. نجي هسه من اجي اقارن هاليدات الالكيل بالالكانات، ياهو اكثر قطبيه هاليد الالكيل؟ هاليد الالكيل يكون اكثر قطبيه من الالكانات. دكتور هاليدات الالكيل الكحول يكون اكثر قطبيه من الهاليد الالكيل، والهاليد الالكيل اقل قطبيه منين؟ الكحول. من الكحول. لذلك هاليد الالكيل يكون درجه غليانه او انصهاره اعلى منين واقل منين؟ اعلى من الالكين. الالكانات الالكانات الألكان. واقل منين؟ اقل من الكحول. واضحه؟ نعم. ليش؟ لان قطبيت اعلى من الالكانات واقل من الكحولات. دائما مقارنتنا بدرجة الانصهار والغليان شرطها الأساسي شنو؟ شنو شرطها الأساسي؟ مقارنات درجة الغليان والانصهار لازم شنو عندي؟ لازم الأوزان الجزيئية شنو تكون؟ لازم الأوزان الجزيئية شنو تكون؟ متقاربة مو بعيدة. أوكي هسه نجي نفس هاليد الألكيل، باعوا لي آخر سطر، اقروا لي آخر سطر. Reaching point for any compound with it. إنه الآي أكبر من البي آر، أكبر من السيال وأكبر من الهاليد. يعني إذا عندك نفس المركب واختلف به الهاليد مالته، يعني هسه باع المركب الأول الهالوجين مالته كلور، المركب الثاني الهالوجين مالته شنو؟ بروم، المركب الثالث الهالوجين مالته يود. يود. أبو اليود أعلاهم درجة غليان، ليش؟ وزن زي. لأن الوزن الذري مال اليود أعلى من البروم. والوزن الذري مالت البروم اعلى منين؟ من الكلور. من الكلور. يعني هسه اذا عندك CH2I و CH2BR و CH2Cl يهو اكثر واحد بهم درجه غليان؟ CH2I البي ار ابو اليود. ليش ابو اليود؟ ليش ابو اليود اعلى وعلى الوزن الذري لليود على وزن ذري اعلى من عندهم اعلى شيء من الهيدروجينات. واضحه؟
أكمل؟ هسه هاي هنا أنا بس مجرد أوضح لكم مصدر شلون نحضر البي بي سي. شايفين البايبات اللي تاس السوق اللي يسمونها هاي اللون يسمونها بي بي سي؟ هذا اللون ها اي فينايل كلورايد يسمون بولي فينايل كلورايد أو بي بي سي يسمونه. هنا نجي تصنيف هاليدات الألكيل نفس تصنيف تصنيف الكحولات بالضبط. شنو عندنا تصنيفهم؟ أولي ثاني وثالث. هنا عندنا آسف شلون نحضر هاليدات الألكيل؟ تونا هاي الطريقة ذكرناها قبل ثواني. وين ذكرناها؟ التفاعلات الكحولات صح الغلط. وهاي الطريقة الثانية وين ذكرناها تحضير الهاليدات الألكيل؟ عمل الكحول. لا ذكرناها بتفاعلات الألكينات. تفاعلات الألكينات صح الغلط. ما داعي نشرحها لأن أساسا شرحينها أكثر من مرة. هاي الطريقة وين ذاكرينها هاي الطريقة؟ الألكينات تفاعلات الألكينات وتفاعلات الألكينات اللي جوا الكين. هذا الكين صح لو غلط؟ نعم صحيح. هذا الكين. هنا شنو عندنا؟ هذا هاي السلايد كلش مهم. هذا شنو عندنا؟ هذا شنو التفاعل اللي نعطيكم اياه بالبداية؟ النيوكلوفون ولا النيوكلوفايل الالكتروفيل. ها ها هنا انا شنو نعطيك؟ النيوكلوفايل يهاجم ذرة الكربون ويطرد من؟ ويطرد الهالوجين. هذا التفاعل يسمونه التفاعل استبدال. ليش سميناه تفاعل استبدال substitution؟ ليش سميناه substitution reaction؟ ليش؟ لأن النيوكلوفيل راح يحل محل الهاليد. إذا أو بمعنى آخر إحنا استبدلنا النيوكلو الهاليد الألكيل بمن استبدلناه؟ النيوكلوفيل. بالنيوكلوفيل. واضحة؟ زين هسا أنا اللي راسمهم بالأخضر شنو هم هذول؟ جامع النيوكلوفيل. كلهم هذول النيوكلوفيل. بس شنو هذا؟ هنا هذا السهم شو يقول؟ سترونجر نيوكلوفين. يعني شنو معناها؟ نيوكلوفين قوي. يعني كل ما اتجهنا للأسفل كل ما شنو صار عندنا قوة النيوكلوفيل؟ الزيد. الزيد. يعني هسه أنا من أجيب لك تفاعل هنا خلنا نسوي هسه إذا هنا هاي تفاعل هنا راح أكتبه CH3CH2Br وهنا أكتب على السهم OH- شنو الناتج راح يكون؟ ها CH3CH2OH واضحة؟ لا واضحة لو عيدها زين دكتور هنا الجاذبية الكهربائية راح تكون أقل لو ما عليها هنا ما تتدخل شنو شنو هذا النيوكلوفيل اللي راح يجي مثل بدال الإكس إيه يعني هذا راح تكون سالبية أعلى لو تكون أقل لو فقط هاي ما لها علاقة. هنا تفاعل استبدال إن طلع لك مركب ثاني جديد يختلف تماما عن المركب اللي بديت فيه يعني أنت حولت مركب إلى مركب آخر. اوكي دكتور اكتب الناتج. دكتور عيدة لنا من البداية شوي شلون صار. اوكي هسه راح ابدي انا اعيد هنا عندي R و CH2 Cl. اوكي R CH2 Cl لنفرض وهنا عندي نيوكلوفايل. النيوكلوفايل ياهو واحد من هذن الخضر اللي موجودات. شو راح يصير عندي؟ شو راح يصير الناتج عندي؟
شنو الناتج راح يصير؟ CH3 R CH2 شنو مرتبط بدل CL؟ مجنستيف دال؟ لا النيوكلوفايل تعتمد هنا شنو النيوكلوفايل؟ إذا استخدمنا OH فهو شنو راح يصير؟ OH إذا استخدمنا RO فراح شنو يصير؟ RO إذا استخدمنا I minus إيش راح يصير؟ I minus لا I بعد يروح الماينس ها مرتبط أوكي تمام أوكي تمام واضحة؟ دكتور نعم أكو سؤال؟ معك دكتور أوكي ننهي المحاضرة ننهي وعاشت إيدك والله ينطيك العافية الله يعافيك الله يعافيك أستاذ الله يعطيك العافية أستاذ الله يعافيك والله يقويكم والله يوفقكم ويسهل أمركم وتنجحون أشكرك دكتور بس من نمط الأسئلة سريد ما أقدر أقول لك هاي فت شغلة من المستحيلات حاولها مو مستحيلات شوية لا لا لا, لا لا دكتور نفس المت اسمح لي هاي ضد أخلاقيات المهنة شكرا أنا ما جاي أقول لك طينا الأسئلة بس نمط الأسئلة أرجع وأقول لك هاي ضد أخلاقيات المهنة إيه شكرا العفو آسف جدا أرجو أن تقدرون العكس دكتور جدا نقدر احنا عرفنا بعد خلاص مو أول مرة نمتحن بالضبط امتحننا احنا سابقا يعني ما يصير أقول لك شنو الأسئلة أنت هسه راح تفرح من أقول لك شنو الأسئلة بس بعدين راح نظرتك إلي تختلف ليش دكتور أكو شنو الأسئلة وأكو نمط الأسئلة افهم نمط الأسئلة أنا راح أقول لك نمط الأسئلة دكتور النمط ليس الأسئلة هسه من قبل تشريح قال هذا مهم بس شنو نوع السؤال ما جابه مثل ما نريد مثل نمط الأسئلة عند السؤال ما قاله بس جابه خلال الأسئلة كسؤال وانت تطلع احنا ما جاي نقول انت لا تفهمني غلط انا جاي اقول لك دكتور نمط الأسئلة غير الأسئلة انت بارك الله بجهودك ومشكورة وما قصرت هالسنة وهواي أمور كانت غايبة علينا افتهمناها احنا ما نقول يعني الشيء الغلط احنا جاي الشيء الصح نقوله اوكي هي هاي تبقى كل الكليات ترى اكو باور باوينت يعطيها الاستاذ يقول مدير بالكم على هيك بس ما معنى هاي يجيب هنك اوكي انا هسه